الراجل اللي وحشنا وبنقول له الحمد لله على السلامه كده، واحد من سكان الشارع كان يعني غايب علينا. وانت واقف بقى في وسط البالونات كده تحس ان راسك بالونه زيهم، شبهها نفس جدا، اللمعه شبهها جدا، وهم جايبين البالونات شبه راسك بتلمع في النور. طب لا بص اقطع عليك. وحشني يا شريف، وحشني الشارع، ويعني مبسوط ان رجعت. تحصل لك ايه؟ كورونا. هو استقعدت كتير قوي عشان ما خدتش الادويه من الاول؟ لا خدتها بس هي طولت شويه. كنت متطعم؟ كنت متطعم. كان بقى لك قد ايه قبل ما يعني؟ 3 شهور تقريبا. اوكي. بس الحمد لله. انت كويس؟ الحمد لله زي الفل. ماشي. والله منور، مش عارف اليوم كورونا بينوروا كده ازاي. يلا. وكنت بتقعد قاعد تعمل ايه في البيت بقى؟ قاعد كده تتفرج علينا؟ قاعد ما بعملش اي حاجه. خنت ولا خسيت؟ في ناس بتقول تخنت وفي ناس بتقول خسيت، بس انا اتنفخت شويه. اهلا بيك، منور يا حياتي. حبيبي. طيب انا هشاور تقول لي عشان النهارده الاكلات حلوه. ايه ده بقى؟ ده يا سيدي طبق ريش بالصوص الحرنكش. دي ريش ايه دي؟ ريش ضخمه شويه. يعني كندوز كان واكل وبيروح الجيم. بس بتبقى حلوه لما بتتسوى صح. بتبقى حلوه لما بتتسوى صح. طيب وايه ده؟ دي شوربه قرنبيط جميله قوي بقى. اوه شتويه جدا. وده ايه؟ ده بقى رز بالصلصه الحاره. يا حراق جدا جدا جدا. وده ايه؟ ده الصوص الحرنكش على جنب يعني. ده يعني ده تبع ده؟ ده تبع ده. اوكي. طيب انت منورنا. عايز تبتدي بايه حضرتك؟ هقول مقادير اللحمه والصوص. مقادير اللحمه يا اولاد. يا لا يا جهر. هنحتاج قطعتين لحمه، هنحتاج 2 معلقة زبدة، معلقة زيت، 2 معلقة توم مفروم، 2 معلقة مستردة، روزماري، ملح خشن وفلفل. والصوص بتاع الحرنكش هنحتاج 1 كوباية كبيرة حرنكش، 1 كوباية صغيرة عصير ليمون، 1/2 كوباية سكر، 1 كوباية صغيرة فلفل احمر حامي، وملح وفلفل. هستأذنك ان انا هبتدي هحط بس حاجة الصوص الاول عشان هياخد وقت. الله ممكن نساعده بقى شوية عشان هو وحشني فعلا. ايه؟ اول ما شفت النهاردة استقبلت. قول لهم استقبلتك ازاي؟ احلى احلى حضن اخوي في الدنيا. حبيبي. قعدت 13 واضرب. انا حطيت الحرنكش على النار من غير اي حاجه. وبعدين هحط السكر. بس طفيت النار. هي دي يعني مش محتاجه تبقى سخنه من الاول. أوكي. انا هنا اللي محتاج سكر. ده مين العمل اللي عامله السودا دي؟ اوكي. انا لسه ما لخبطتش حاجه، لسه هلخبط كمان شويه. بعد ما حطيت الحرنكش والسكر احط عصير الليمون. اهو حرنكش وسكر ومعاهم عصير الليمون. واسيبه بقى ايه؟ يعيش مع نفسه. يعيش مع نفسه خالص. اوكي. هبتدي انا بقى انت ايه؟ ما تخلص الحاجات تبقى هنا وانا هوديها. انت أوكي. ما تنساش ال ماشي. اوكي. يلا. هبتدي انا بقى ايه؟ الريش بتاعتي. دي نحط ايه هنا؟ لا ما تخنقش. زيت ايه؟ اي زيت عادي ما تفرقش. حته زبده. وعقبال ما يسخنوا بقى. طبعا احنا الاكلات دي مش هنشوفها في رمضان لان احنا مش هنعمل الاكلات دي في رمضان. هنقتصد وبس. مفيش لحمه في رمضان. مفيش اي حاجه هنجيبها في البرنامج هنا الكيلو بتاعها يعدي ال 50 جنيه خالص. ممنوع. موافق جدا. انا شفت الليسته اللي انت انا موافق جدا. شفت الليسته. والشيفات عندنا حاضرين لكم في الحقيقه شويه اطباق هتعجبكم قوي، واهم حاجه قلنا انها اطباق اقتصاديه. وهي صحية كمان. وصحية أكتر بكتير. ودي أهم حاجة. طيب استنى بس لا دي لسه شوية عليها. لا لا مفيش مشكلة. احكي لنا أنت حطيت إيه في الحلة معلش؟ حطيت الحرنكش وحطيت سكر وليمون. حرنكش ده صوص بيتحط فوق اللحمة. حلو قوي مع اللحمة. ده جينجر؟ لا ده ملح. ملح. ماشي. طيب أنا عقبال ما أنت تخلص أنا هنشف اللحمة بتاعتي. لازم أنشفها. أحسن برضه عشان تاخد لون حلو. تاخد الصدمة. ده كندوز. كندوز من من متغذي يعني. لما بلاقيه بنبسط. أنا بحب شكله. طيب ممكن أعمل الصوص اللي أنا هدهن بيه. فين؟ ده خطوة جاية بس ممكن نعمله. يعني ايه خطوة جاية؟ يعني هنحمر هنا سنة بعدين هنطلعه على ال هو ده بيخش الفرن؟ ما ده بيحتاج سوا شوية. عشان ده بيقعد كتير. بالظبط كده. ده كده؟ نحط لك اللحمة دي على النار؟ يا ريت. حاضر. ادي اللحمة بتاعتنا الريش. أي لحمة تانية تنفع بس تكون إيه؟ يعني متغذية شوية. هاي. هي هنا اللحمه فيها ده.
كانت محتاجه الزبده عشان تاخد اللون بس الحلو. اوكي ممكن زيت بس يعني، بس انا بحب الزبده عشان لسه هستعملها بعد. لا انا بقصد اصلا ممكن نعملها من غير دهون؟ ممكن لو عندنا طاسه حلوه قوي. اه دي طاسه حلوه. يعني دي مش الفولاني. انا عندي في البيت الطاسات كلها خربانه. بحط روزماري. روزماري اهو. طفش الحاجه كمان. وبعدين انا بقى هعمل ايه هنا؟ هجيب المستردة بتاعتي. اوكي. وهحط معلقتين ثوم كبار. اقلبهم. اقلب انا ده؟ بس ده سيبه بقى. صوص إيه؟ الحرنكش. بيقعد قد ايه؟ جميل قوي بقى صوص الحرنكش. ده بيقعد قد ايه؟ ده 10 دقايق. اوكي. وهنا اللحمة انت بس عايزها تاخد لون. اللون بس. لان انا بعد كده انا هسويها في الفرن فانا عايزها لون. اهي انا حطيت المستردة والثوم وشويه ملح. اوكي هستأذنك في فلفل احط هنا. يا ريت. وممكن الفرشه اللي بندهن بيها بقى. وايه واستعد. انت هتدهن ايه بقى؟ ايدك هتدهن ايه ده. بس لما يطلعوا من على النار. هنطلعهم هنا بقى. وتتقفل. ها وتتقفل حلو بفويل وبورق زبده الاثنين. اوكي يبقى اللحمه بتاعتنا هتوها لي كده اهي اتشوحت يا دوبك بس تاخد لون. انا ما حطيتش اي تتبيله بقى لان احنا لسه هنحط. انت ما حطيتش اي تتبيله؟ ما انا معايا بقى الثوم والمستردة والملح والفلفل هنا. اوكي طيب اجيب لك بقى دي. يا ريت. واللحمه بتاعتنا اهي اخذت اللون. عايز عضلات. لا اهو. وده احط عليها ولا بلاش؟ ايوه ده انت اللي معلمني الحركه دي. على فكره انا بقيت بعملها على طول الحركه بصراحه. الجوس العصاره نزلت فبتبقى رهيبه. عرق الحله. عرق الحله. انا دلوقتي بقى هجيب المستردة بالثوم وادهنها حلو. مستردة وثوم وملح وفلفل. ندهنها كلها. هو الحرنكش ده هيدبل؟ اصل لسه ما اتبلش. لا هنستعمل المضرب اليدوي. عشان نضرب كده. تمام كده. هنعمل الرز كمان دلوقتي؟ بعد اذنك. شايف خد وقت وهقفلها. خد راحتك احنا عندنا وقت. هقفلها حلو قوي. وهسيبها بقى في الفرن قد ايه بقى دي؟ يعني ساعة الا ثلث نص ساعة حسب حجم. انا اعتقد 45 دقيقة يعني في الامان. خلينا 45 فرن عالي كمان. فرن عالي درجة حرارته عالية. طيب دلوقتي مقادير الرز. قول لنا مقادير الرز الاول. الرز عايز محلة؟ انا مجهز وك هنعمله فوق احسن عشان الناس تشوف عشان يبان. اوكي اتفضل. مقادير الرز هنحتاج معلقة سوري كوباية كبيرة رز بسمتي، معلقة زبدة، كوباية صغيرة فلفل حامي، كوباية بصل اخضر، معلقة ثوم مفروم، معلقة شطة، مرقة فراخ، نص كوباية صلصة طماطم. اوكي. ده بسيط قوي بقى. والله؟ حاجة. بس شكله يجنن. بس مشطشط كده. رز مشطشط. زي الكشري كده. أصل أنا بحب الكشري. نص الكشري. أنا بعشقه. هحط شوية زيت صغيرين. هو ده لسه؟ لا ده ممكن نبلندت دلوقتي بس لو عايز قبل الرز. لا 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 زي ما انت عايز. ماشي يلا قول لنا الرز. انا حطيت شوية زيت. لو عايز تستعمل زبدة استعمل، مش عايز زي ما يريح اللي انت عايز. بس كله سوري كله زيت. زيت عادي. ماشي بعدين بس ايه. لا سيب كل حاجة. طيب هنحط بقى الرز. هنحط الرز. طيب لغايه ما دي تقدح شويه. ماشي ممكن دي خلاص. خلينا نعمل الرز الاول. احنا خلاص اهو انا عشان مش هياخد وقت خالص. انا بس هفضيها في الشفشق بتاعها. ايوه هو ده اللي انا كنت عايزه. ما تغرقش الدنيا. طبعا الرز البسمتي انت عارف انه بيحتاج قد اللي هنحطه ميه ونص مي مره. انا عارف بس انا عشان ما بعملوش. ايوه سوري انا مره ونص. انا بحب الرز البلدي بتاعنا. ايه بقى بتعمل ايه؟ يعني لو هنحط كوبايه هنحط كوبايه ونص قدها ميه. اوكي.
والمرقة كانت هنا. عايز ايه؟ المرقة. المرقة كانت فين؟ اهي موجودة. محضرينها. وادي المرقة. انا هضرب ده. بصوا الصوص الحرام كش اهو. بصوا اهو. اوكي. بياخدش وقت خالص على النار اهو. ده حقيقي. انا بحب مش بضربه للاخر برضو زيك. عايز ايه يعني يبقى؟ لا يعني بيبقى فيه هو شوية. كده حلو؟ زي الفل. اوكي. كده بيتصفى؟ لا مش بصفيه. زي ما هو وبحطه بقى بعد كده لو عايزه يتقل شوية اسيبه على النار او احطه على الستيك لما يغسل. ماشي. يلا. وبعدين هنعمل ايه؟ الرز هو كده انا اديته تقليبه في الزيت والزبده بعدين احط الشطه معلقه شطه رز بالشطه شطه وفلفل حراق وبعدين انزل بالمرقه وبعدين تقليبه حلوه واخر حاجه معلقه الصلصه الزبده لسه ونسيبه بقى بس هحط انت حطيت الرز؟ مش ميه كتيره دي؟ لا ما هو المفروض مره ونص اوكي انت ناقصك ايه كده؟ الصلصه استني سوري اوكي ناقص الصلصه طيب انت حطيت ايه من الاول بقى في الرز ده؟ حطيت زيت وبعدين حطيت الرز وبعدين الشطه فلفل حراق ودلوقتي هنحط انتوا هتعملوه في حله احنا هنا عاملينه في بتاع عشان بس يبان هنحط الصلصه اوكي وهسيبه بقى ايه 10 دقايق حسب الهدف اهو خلاص كده كده عملنا ايه لغايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي عملنا الريش صوص الحرنكش والرز فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل شوربه الارنبيط يلا شوربة الأرنبيط، الأرنبيط ناس كتيرة ما بيخشش بيوت ناس كتيرة قوي. أنا بحبه جدا بصراحة بشوف إن هو لطيف جدا، أنا ما شربتش قبل كده شوربة الأرنبيط بس أنا بحب جدا الأرنبيط باللحمة المفرومة. طاجن. ده جميل قوي ده. وأحبه كمان مقلي. هو مقلي أحلى حالات. لا بس أنا أحبه باللحمة المفرومة وأغمسه. بالعيش. ده لذيذ قوي ده. هي دي بقى الشوربة؟ شكلها حلو قوي. وما فيهاش لا كريمه ولا اي حاجه يعني اما الكريمه دي انا مش فاهم بيتحطوها في الشوربه ليه بص هي بتدي طعم بس انا شخصيا انا بحب استغنى عنها اولا مش صحيه وغاليه فعلا ده حقيقي بس هي عاده من المطبخ الفرنساوي ان احنا نحط كوكن كريم قبل ما نخلص مالناش دعوه بحد احنا لينا طريقتنا خلينا في مطبخنا مالنا المطبخ المصري زي الفل الله يا اولاد يلا قول لنا المقادير هنقول مقادير الشوربه هنحتاج أرنبيط متقطع قطع، بصلة، فصين توم، مرقة خضار، كوباية صغيرة جبنة شادر أو جبنة رومي مبشورة في الآخر بس. يلا. بس كده؟ بس شفت البساطة. الحلة بقى اللي هتعمل فيها. شفت بقى البساطة. في حلة؟ ولا حلة ولا أي حاجة. ما بتعملش في الحلة؟ ولا ده إيه؟ ده هندخله الفرن ونطلعه. هقوم ده بسيط قوي. بس بيقول لك مفيش حلة، هنعمل شوربة من غير حلة إزاي؟ شفت بقى؟ مش عارف. طيب أنا الأول جبت صينية عليها ورقة زبدة. هرصص عليها الأرنبيط ده. بس انا مقطعه نصين عشان ايه يبقى ايه سهل في ان هو يبقى رست يتحمر يتشوي ومعايا بصله اقسمها نصين ومعايا توم فصين توم بس دول هحطهم في فويل عشان ما يتحرقوش ماشي وهدخل دي الفرن وهات لنا اللي في الفرن وايه هطلع الجاهز طب ده ايه في الفرن بتقعد 20 دقيقة انت كنت دايما زيت؟ طب ما قلتش ليه؟ انا اسف خلاص تعالى مش مهم لا ده انا كده قليل الادب لا ما تقولش على نفسك كده خالص ملح وفلفل وزيت انت صح. مش امين بس فلفل. ايوه انا وشوية زيت صح بتخش الفرن تقعد بتخش الفرن تقعد تقريبا تلت ساعة قفشته
بتقعد قد ايه؟ تلت ساعة. وبعدين تطلع نحط عليها الجبنة دي ولا لا 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 لسه بقى. اتقل عليا. دي بتتضرب في الخلاط. هي دي. حضرتك بقى ايه؟ مخلطك الحلو ده؟ ده تورنيدو، وبعدين ده تصميم مصري كمان، وطلبة من هندسة اللي عاملين التصميم ده التورنيدو، فأنا بحب الخلاط ده قوي. ايه ده بجد؟ طلبة؟ والهندسة متفوقين. واو. وهو أنا بحس إنه عامل زي راقصة الباليه عشان. هو شكله فعلاً في كده انسياب. طب إيه بقى؟ هحط القرنبيط كله. في الخلاط؟ بعد ما تشوى؟ بعد ما تشوى. اهو على فكره الشوربه دي حلوه ومغذيه جدا وما فيهاش اي حاجه تتخن، لانها ممكن تحط فيها نسايل فراخ فاضله في الثلاجه، عارف انت جدا انا بحب الحركه دي، فراخ كده في الثلاجه مش عارفين يعمل ايه فيها. احط البصل كمان؟ ايوه. أوكي. بصله وفصين التوم بعد ما افتحهم بقى بعد ما حطيناهم في الفرن بقى شكلهم كده اهو، هحطهم وانا مجهز بقى ايه معايا شوربه خضار او مرقه خضار سخنه لازم تبقى سخنه. وبعدين حضرتك بقى تديني ضربه حلوه. نديك ضربه حلوه من عينينا احضم عليك اهو الخلاط الحلو بتاعنا اهو. اسرع شوربه دي. خلاص كده ده حلو. عايز تحطها على النار شويه انت ليه؟ بتحبها سخنه زياده؟ انا بحبها كده. لا دي دافيه وحلوه. جميله. وانت جايب معاها عيش عيش محمص اهو. وادي ده حلو ان ده امان كويس. حط بقى دي هنا اهو. وعليها فوق يا اولاد جبنه مبشوره شويه. اي نوع بقى؟ رومي؟ ممكن كنا نحط لها شويه شوربه زياده؟ ممكن لو عايز عشان تبقى كل واحد ومزاجه. انا بحبها تقيله شويه بس ايش. والله يا شيف يعني شفت اسرع شوربه. توحشنا وعملت لنا حاجات لطيفه خالص حبيبي. احكي لنا كده سفرتك النهارده فيها ايه؟ عملنا ريش بصوص الحرنكش، وعملنا رز بصلصه حاره، وعملنا شوربه القرنبيط. تجنن حبيبي. ميرسي شيف يوسف على وجودك معانا النهارده. خلينا نشوف فاصل، بعد الفاصل عندنا فقره طبيه هنتكلم فيها عن السمنه وازاي ممكن نتخلص من السمنه بطرق سهله مع الدكتور بهاء ناجي استشاري الروماتيزم والتاهيل وعلاج السمنه. خليكم معانا بقى.